میرا دل جس دل پہ فدا ہے, میرا دل جس دل پہ فدا ہے, ایک بے وفا ہے ایک بے وشباب يرقصون وإيحاءات جنسية أهمة مو عارفين معناتها وحركات وسخة أعوذ بالله. الحكي مو هني الحكي, شفت أشياء, شفت خدم يصورون اليهال بدون علم الأهالي. يعني شوفوا هذه خدامة قاعد ترقص مع الياهل وهذه وحدة ثانية وغيرهم وايد. انا اول شيء يطري على بالي مشوف الفيديوهات شنو بالي, وين والاب والام, وين اهاليهم؟ يبقى في اهالي ما يرضون عيالهم يطلعون بالسوشيال ميديا والانترنت, وانا واحد من هالاهالي ما ارضى عيالي يطلعون. يا اخي اخاف عليهم من 60 شغله. فجاه اتفاجئ ان احد الخدم عندنا بالبيت مثلا مصور عيالي بالتيك توك وترقص. هذه مصيبه, تبون المصيبه الأعلى.